رئيس فيدرالية تنمية جمعية القصور الكلوي بالجهة الشرقية. يعني في إطار يعني تخليد اليوم العالمي للكلية، فيدرالية تنمية جمعية القصور الكلوي والمديرية الجهوية للصحة وجمعية دعم مرضى القصور الكلوي بوجدة كينظموا أيام تحسيسية تواصلية طبية لفائدة سكان مدينة وجدة في أول مرحلة، والمرحلة الثانية تكون على صعيد الجهة. وهذا البرنامج يتخلله ندوات ومحاضرات تحسيسية وكذلك قوافل طبية لفائدة هذا اليوم هذا بمجلس جهة الشرق. وخلال الأسبوع تكون واحد الحملة طبية كذلك لفائدة النساء بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، وغادي يكون بالمركز السوسيو ثقافي اللي في الحي أنقاد في الحي الهامشي ديال مدينة وجدة. وهذا الأمر كله للوقاية من هذا المرض الخطير المزمن المكلف إلى غير ذلك. فكان تقوم الفيدرالية والتنمية وكذلك مصالح وزارة الصحة لمعرفة الناس اللي ممكن يتعرضوا لهذا القصور او للفشل الكلوي، وبالتالي لا استطعنا باش نكتشفوا هذه الامراض هذه في الوقت المناسب، خصوصا داء السكري وارتفاع الضغط الدموي وكذلك حصى الكلى، الا استطعنا نلقاوهم في واحد الوقت مناسب فهاد الناس هذو ما يمكن ما يوصلوش للفشل الكلوي. فاذا هذه امر اساسي واللي كتعرفوا كلكم، وهو الوقايه افضل من العلاج. اذا اليوم 2 مارس 2020 تتنطلق فعاليات وانشطه الاحتفال باليوم العالمي للكليه اللي ستحتفل به العالم قاطبه كل سنه بشعار مختلف. شعار هذه السنة هو صحة الكلى للجميع في كل مكان، من تشخيص إلى العلاج. وفي هذا الصدد نقوم اليوم بمجموعة من الحملات التوعوية والتحسيسية، انطلقناها في هنا في مجلس جهة الشرق، وفيما بعد سيكون هناك مجموعة أخرى من الحملات في قطاعات أخرى وفي أماكن أخرى من جهة الشرق. هذا للتحسيس والتوعية بأمراض الكلى لأنها أمراض صامتة، ولكي نجنب الأشخاص المواطنين أن يكون هناك المرض وما يكونوش واعيين به ويؤدي بهم إلى الفشل الكلوي.